صباح الخير عليك يا منى، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت وصباح طيب. الخير والامل والسعاده على كل الناس اللي بيشوفونا النهارده في صباح الخير يا مصر. النهارده اول يوم في 2024، سنه جديده يا رب تكون سعيده على حضراتكم، مليانه بالخير والتفاؤل والفرح علينا كلنا. ربنا يحقق كل امنياتكم ويفرح قلوبكم جميعا، وتبقى سنه خير كده على مصر وكل المصريين. مع بداية سنة جديدة دايما بيكون جوانا كده مشاعر كتير ومختلفة، جوانا احساس بالحماس بقى والفرحة. سنة جديدة مليانة بأمنيات، مليانة بدعوات ان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لكل واحد اللي بيحلم بيه، مليانة خطط لكل واحد فينا. كل واحد بيبقى عنده افكار كده بيبقى حاططها، دايما بيبقى في حالة حماس كده مع كل بداية جديدة وسنة جديدة. يا رب نحقق فيها كل ما نتمناه. وبمناسبة الأحلام يا منة والتخطيط، في ناس كتيرة جدا في آخر يوم كده في السنة بيحاولوا يحطوا شوية أهداف وشوية أحلام يسعوا لتحقيقها في السنة الجديدة. كل واحد ليه هدف وليه حلم نفسه يحققه في 2024. هل حضرتك أو هل حضرتك من الناس اللي بتحط قدامها هدف بيسعى إليه في 2024، ولا بتسيبه الدنيا كده زي ما تيجي تيجي؟ هسأل منة. منى، هل انت من الناس اللي بتحاول كده تحط بالورقه والقلم في اخر يوم في السنه انا هعمل ايه السنه الجديده، ولا سايباها زي خالص؟ انا بقعد ادور على الورقه والقلم اصلا اساسا، انا عارفه مكان الورقه ولا عارفه مكان القلم. لا والله، ممكن مثلا يبقى ما عنديش اي حاجه اقدر اقول بعمل بلان كده. لا لا بصراحه لا، اول حاجه عشان بقى احسن سايباها لما برفع سقف الامنيات وما بتتحققش بزعل. فليه أضايق نفسي وليه انا ماشيه في نفس التراك وخلاص؟ فكره بقى. وبعدين انا لو حطيت تارجت قوي بعد شويه هتلاقي من الضغط والولاد والضغوط وشر هتلاقيني نسيت اصلا التارجت ده. فلا، انا مش من الناس اللي بتحط اهداف مستقبليه ومش بمشي بيها، مع ان ده اعتقد ان هو المفروض ان احنا كل واحد يبقى عنده حاجه بيسعى لها كده كاساس. بس انا يعني لا، هي ممكن الحاجتين مع بعض، من ان احنا نحاول نحط شويه اهداف واحلام وفي نفس الوقت نسيبها على ربنا، لانه كتير جدا مش كل اللي بنحلم بيه او اللي بنخطط له بيتحقق، ومن هنا بتيجي حاله الاحباط. يعني انا نفسي مثلا اعمل كذا وكذا وكذا في السنه الجديده 2024، مجموعه اهداف الاقي مثلا حققت هدف واحد او هدفين وباقي الاهداف لم تتحقق، وده بيؤدي الى حاله كده من الاحباط. فدي بتبقى مشكله، ازاي الواحد يبقى عنده زي ما انت قلتي كده سقف كبير جدا وفي الاخر ما يحققش كل اللي عايزه. المايك معاك. المايك انت معايا. بيبقى عندك اهداف وبتبقى حاطط. انا عارفه، بحاول اخطط يعني شويه كده، لكن بسيبها على ربنا بشكل كبير، انه في الاول وفي النهايه كل حاجه بايد ربنا، الاقدار دي مش بتاعتنا. وهدفي في السنه الجديده لو انت بتساليني، الاهداف اللي احنا عارفينها كلنا، دايما يقول لك الراحه والصحه والستر. لا، ده الكلام اللي بيتقال في التلفزيون. الصحه والستر. انا عايزه الكلام اللي انت بتفكر فيه. انا هقول لك الصحه فعلا. والستر وراحه البال وشويه فلوس كده كتير. شويه فلوس كده. يعني شويه فلوس يعني يبقى الدنيا الطف واظرف يعني. وقول الحاجات التانية وإنتاجك يا محمد الأدوي. أنا ومحمد عبده أصدقاء من وإحنا من أيام الكلية، كان صديقي العزيز من شرف ليا والله، أيام شرف زمان. فهو من زمان جدا وهو عنده فكرة التخطيط وإن هو يبقى حاطط بلان وعارف بيتحرك إزاي، وكمان قراءات وأدب وحاجات. يا رب نعرف نقرا شوية كتب في السنة الجديدة ما عرفناش نقراها، لكن على أي أحوال أجمل الأيام زي ما بيقولوا كده لم يأتي بعد، وأجمل الكتب لم يقرأ بعد، وأجمل الأطفال لم يولد بعد. شوفي، دوستي على الزرار، دوستي على الزرار. فعلا يعني حكمه جميله جدا، ده شاعر تركي اسمه ناظم حكمه بيقول اجمل الايام لم ياتي بعد. يعني لسه الايام الحلوه ان شاء الله هنعيشها الفتره الجايه يا منى. ربنا يحلي ايامك يا رب ويسعدها ويسعد ايام كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده. انا وانت وكل مشاهدينا، ربنا يحفظ بلدنا وربنا يحفظ اسرنا وربنا يحفظ الساده المشاهدين. النهارده سؤالنا مستنيين اجاباتكم عليه، يا ترى هل بيبقى عندك هدف بتحلم بيه، او عندك هدف بتبقى حاطه عايز تحققه في السنه الجديده، ولا سايبها كده زي ما تيجي تيجي؟ مستنيين اجابات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك، وهنستعرضها معاكم خلال حلقتنا النهارده. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.